راسي مع رودانا. والله اتوقع بما انه حيكون نحكي بعمر انه بالبيت عايشين انه مش متجوز ومش كبير، فعلى الاغلب راح يكون هادي لانه جو البنات اقل مشاكل او شيء زي هيك، بيتوتي اكثر، اجتماعي اكثر، ما انه البنات مش استقلاليات بشخصيتهم، فعلى الاغلب يكون هادي واجتماعي، اكيد راح يكون صحبه مع اخواته بطلعهم، فاتوقع شخصيه احسن من شخصيه الذكوريه اكثر بالبيت. ممكن اذا كان المنطقه مثلا حواليه مثلا كل اللي عايشين حواليه مثلا شباب، اولاد عمه، اولاد خواله، يعني ممكن تطلع شخصيته قويه، بينما اذا كان اصلا محيطه هو كله بنات فبعتقد انه هذا الشيء ياثر على شخصيته شوي، مثلا يميل مثلا انه معروف انه الشباب بطبيعتهم انه اندفاعيين او انه كثير شخصيتهم بيجوا قويه، ممكن هذا ياثر على شخصيته شوي، بس بنفس الوقت برجع يعني لحسب البيئة اللي هو موجود فيها. بكون كلاسي أكتر، هادي أكتر، شخصيته بتميل للهدوء. يعني أنا ما بعرف حدا شخصيا أو بعرف حالة زي هيك، بس بعتقد إنه الموضوع برجع للأم والأب، بدري يخلوا للشاب شخصيته المنفردة وإنه هو رجل يعني مسؤول عن نفسه، وبدري يخلوا المدلل المايع الناعم وهيك، يعني حسب. عادي جدا، رجل بين خواته سندهم، بخاف عليهم، اي شيء بدهم اياه بيلجؤوا له، يعني رجل بمعنى الكلمه اكثر من انه يكون له اخوه. بصراحه بكون له حمل كثير موزع على اخوته. شخصيه كثير صعبه، بتحمل مسؤوليه صعبه، مش زي يكون قاعد اكثر من شاب بنفس البيت، رح يتحمل مسؤوليه اكثر، رح يصير عبء اكثر عليه، رح ياكل هم اخواته. انا بعرف حالات بيكون او تربيته كانت تربيه ناس عسكريين، فطلع يعني رجل يعني بكامل مواصفات الرجوله، من الحكي، من التصرفات، من المواقف، بينما في حالات ثانيه بتكون لا. صح 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 صح